أهلا بكم مشاهدينا من جديد. مشاهدينا، القضاء على ظاهرة العنف ضد الأطفال من أهم القضايا المطروحة حاليا للنقاش والتوعية، حيث أظهرت الدراسات التي نشرت عن المجتمع السعودي في الآونة الأخيرة بشكل كبير أن هناك تركيز على هذه الحملات. لذلك أقيم في مدينة الرياض حملة دمعة بريئة نحن نحميها، والتي تقوم على جهود فردية أسرية تحت مظلة الجمعية السعودية للعمل التطوعي تكاتف، والتفاصيل طبعا مع كاميرا سيدتي في التقرير التالي. نظمت الحملة التثقيفية دمعة بريئة نحن نحميها، والتي تعنى بتوعية المجتمع حول العنف الأسري ضد الأطفال، دورة مجانية بعنوان نظام الحماية من الإيذاء، والتي قدمها المستشار القانوني أحمد المحيميد مساء يوم الخميس في العاصمة الرياض. نظام الحماية من الإيذاء الهدف منها هي تقريبا الحين لها 9 شهور نظام الحماية طالع أو صادر من الوزارة، لكن ما زال الناس متخبطين، ما يعرفون إيش مواد النظام نفسه. فكان من دورنا إحنا كأفراد في المجتمع أن نوعي المجتمع من باب المسؤولية المجتمعية اللي لازم يتحلى فيها كل فرد في هذا المجتمع، أنه يوعي، يحاول يكون في مقاربة ما بين الجهود الحكومة كونها أصدرت هذه الأنظمة، وما بين إحنا كجهود يا أفراد أن نوعي ونوصلها لهذا المجتمع. فعملت هذه الدورة الأستاذ أحمد المحيميد، طبعا الدورة مجانية وتعنينا أنها تكون مجانية، نحاول نستقطب أكبر عدد ممكن علشان نرفع مستوى الوعي في المجتمع. طبعا هدفنا إن شاء الله أن نوصل إلى مجتمع سعودي مستقر نفسيا واجتماعيا. إن أهمية الحملة تنبع من خلال القضاء على العنف الأسري ضد الأطفال، ولتوعية المجتمع حول هذه الظاهرة المنتشرة في الآونة الأخيرة بشكل كبير. لبرنامج سيدتي أروى توفيق. وإذا مشاهدين للمزيد من التفاصيل حول الحملة، معنا في الاستوديو المستشار القانوني الأستاذ أحمد المحميد. مساء الخير أستاذ أحمد. أهلا وسهلا. مساء الخير أستاذ دارين، شكرا لإتاحة الفرصة. رنيم. بداية طبعا تعرفنا من خلال التقرير على الحملة، لكن حابين من حضرتك نتعرف عليها بشكل أكبر، كيف بدأت، كيف تم الترتيب لها إلى الوصول إلى هذه النتيجة؟ طبعا الحمد لله بتوفيق الله تمت أمس، وإن شاء الله نقول الله ينفع بما نقدم. حقيقة كانت مبادرة فردية من الأستاذة منيرة الراشد، واكتشفت فيما بعد أن ما شاء الله مبادرة من أسرتها بشكل عام. كان موجود أمس في قسم الرجال أخيها ناصر، وهي موجودة في قسم النساء، وكان تنظيمهم للحملة رائع جدا. طلبوا أن تكون مجانية ورحبنا بالشيء ذا، وإحنا دائما نعين ونعاون ونتمنى أن مثل هذه المبادرات أن يكتب لها النجاح إن شاء الله. إن شاء الله. طبعا جميل تحديدا أن حاليا هناك تركيز أكثر على المبادرات الاجتماعية والعمل التطوعي والمبادرات الفردية، لكن برأيك ليه تحديدا تم اختيار التحدث عن العنف والأطفال؟ والله شوفي، أنت الآن إحنا أمام النظام الجديد، وصدرت لائحة التنفيذية ونقلت اختصاصات الشرط. كانت الشرط أول تتدخل في حالات العنف مثل هذه مباشرة، الآن لازم يكون في هناك جهة تقيم هذه الحالة العنف اللي صادر. أحيانا العنف لا يصل لدرجة الجريمة، لا يصل لدرجة أنه يكون شيء مستنكر، يعني ممكن يكون عنف متكرر أو عنف اعتاد البيت عليه. مثل هذه الظواهر يجب القضاء عليها عن طريق الإرشاد، عن طريق التوجيه، عن طريق النصح، عن تقديم طريق تقديم النصح والإرشاد وعملية رفع الثقافة القانونية. يعني برأيك هل المجتمع فعليا بحاجة للمزيد من التوعية فيما يخص حقوق الطفل أو المرأة أو الحقوق الاجتماعية والقانونية بشكل عام؟ والله أعتقد أنه مهما قلنا نوصلنا لمرحلة السقف الأعلى من الحرية أو من الحقوق، أعتقد أنه نحتاج إلى أنه نسأل ونزيد الثقافة القانونية في هالمجال، لأنه مهما أوتيت من علم يبقى في بعض الأمور إحنا كمتخصصين في مجال القانون أحيانا ننتظر نتريث قليلا ونبحث حتى نصل للنتيجة المطلوبة، وأحيانا نقول لا نعلم. طب اسمح لي، يعني لا نعلم هذه مشكلة. يعني مثلا من فترة صدرت لائحة العقوبات اللي تعتبر جرائم يكون عليها عقوبة قانونية وأيضا حبس، لكن تفاجأنا أو استفسار خلينا نسميه أن ما كان مثلا إيذاء الأطفال الذي أحيانا يصل إلى حد الموت أو إيذاء السيدات ما كان من ضمن هذه القائمة. ليه؟
جميل جدا سؤالك واشكرك عليه، لانه فعلا في الصميم وامس كان احد المحاور اللي تحدثنا عنها في الدوره. طبعا القرار اللي صدر من سمو وزير الداخليه رقم 2000 لتحديد الجرائم الكبرى تضمن في 20 جريمه تقريبا، وتضمن ادراج اكثر من 10 انظمه نصت في عقوباتها على السجن لمده عامين. نظام الحماية من الإيذاء السجن فيه لا تصل لعامين إلا في حالة التكرار وإجراء القاضي ذلك، لكن كان هناك خمس أو ست حالات تقريبا ممكن إحنا نصنفها كقانونيين أنها تدخل ضمن جرائم الإيذاء أو الاعتداء في الأسرة، مثل أول شيء الاعتداء على أحد الوالدين بالضرب، هذه جريمة كبرى، لا سمح الله، جريمة كبرى موجبة للتوقيف. عندك مثلا الاعتداء على ما دون النفس أو إصابة، مدة الشفاء تزيد على 15 يوم، هذه كذلك جريمة كبرى موجبة للتوقيف. عندك أيضا الإتلاف، لما يكون في اعتداء في البيت أو إيذاء ويقوم المعتدي بتكسير البيت أو تهميشه، هذا يعني اعتداء على الأملاك الخاصة بما يزيد تكلفته عن 5000 ريال، كذلك جريمة كبرى. عندك جرائم الحدود، لما يصل مثلا إلى قطع أو يصل إلى جريمة قتل لا قدر الله، تكون هنا جريمة كبرى موجبة للتوقيف. أبرز شيء كذلك جرائم الابتزاز وانتهاك الأعراض، هذه كذا أيضا من اللي حاربها أو خالفها نظام مكافحة الإيذاء، وهي من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف. طب اسمح لي لأن الوقت ضيق، يعني فيما يخص قوانين مكافحة الإيذاء، ليه كل قانون مستقل؟ ليه مثلا في قانون للطفل، قانون للمرأة، ليه ما يكون في قانون عام مظلة وتحتها يقسم القانون إلى فروع؟ مو يكون حتى التعامل أسهل؟ أتفق معك تماما، وهذا هو العرف القانوني. عندنا قاعدة قانونية تقول القاعدة القانونية قاعدة عامة مجردة ملزمة. أنا شخصيا أضم صوتي لصوتك وأقول أنه تعدد الأنظمة، وجود نظام مثلا مستقبلا لحماية من التحرش، نظام لحماية الطفل، نظام للحماية من الإيذاء، أعتقد أنه الشكل القانوني حقه ما راح يكون كويس. زي ما تفضلت يكون نظام للحماية موحد، ويكون تصدر عنه لوائح تنفيذية، كل جهة تعنى بما هو كده، يكون في وضوح وفي سهولة للتطبيق. طبعا نأمل أن يكون هذا في الفترة المقبلة. ولكن اسمح لي في الختام طبعا نشكر كل من قام على هذه الحملة، لأنها فعليا بحاجة للمزيد من التوعية، تحديدا أنها كانت مجانية، ورغم ذلك كان في حضور حتى أكثر من المتوقع. هذا دليل على إقبال الناس طبعا على مثل هذه الحملات التوعوية وحاجتهم لمعرفة المزيد، تحديدا إذا كانت على شكل مبادرات اجتماعية بعيدة عن البروتوكول. الأستاذ أحمد المحمدي المستشار القانوني، شكرا على حضورك. شكرا جزيلا، شكرا، بارك الله في جهودك. شكرا لك. ومشاهدينا طبعا مستمرين، لكن بعد فاصل قصير ابقوا معنا. مجلة سيدتي لكل امرأة تريد أن تجدد أنوثتها، شخصيتها وأيامها. سيدتي، عالمك في مجلة. في سيدتي بعد الفاصل، فوائد ممارسة الرياضة في الصفوف الجماعية.